بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلباء، أخواتي الطالبات، أقسام النهائية شعبة الرياضيات وتقني الرياضي وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم تمارين فيما يخص نهاية وتقارب متتالية. انتبهوا مليح، اقرأوا النص تاع التمرين. نعتبر الدالة المعرفة على المجال ناقص واحد زائد ذاك ب f لx تساوي جذر واحد زائد x على اثنين. أولا أدرس اتجاه تغير الدالة f. ثانيا لتكن un متتالية معرفة ب u صفر يساوي واحد على اثنين و un زائد واحد يساوي f ل un. ألف، برهن أن من أجل كل عدد n ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية واحد أكثر من ان زائد واحد أكثر أكبر من ان أكبر من صفر. ب، استنتج أن المتتالية متقاربة. ج، برهن أن من أجل كل عدد ان ينتمي إلى ان لدينا القيمة المطلقة ان زائد واحد ناقص واحد أقل من واحد على اثنين، القيمة المطلقة لان ناقص واحد. دال، استنتج أن من أجل كل عدد ان لدينا ان ناقص واحد قيمة مطلقة أقل من واحد على اثنين أس ان قيمة مطلقة لأو صفر ناقص واحد. استنتج نهاية المتتالية أو ان. إذن اتجاه تغير الدالة، أولا نحسب المشتقة لهذه الدالة. مشتقة لهذا التالة واش تمدلنا؟ واحد على ربعة جذر اثنين على جذر واحد زائد إكس. نعم، واش نلاحظو؟ في المجال ناقص واحد زائد لنهاية واحد زائد إكس موجب. إذن الدالة متزايدة تماما على المجال ناقص واحد زائد لنهاية، ومنه أن المتتالية UN متزايدة، أي UN زائد واحد أكبر من UN. اثنين، ألف، برهن أن واحد أكبر من UN زائد واحد أكبر من R أكبر من صفر. أولا المرحلة الأولى لهنا الاستدلال بدرجة، الخاصية بأن وهذه هي بأن صحيح من أجل أن صفر يساوي صفر، كي نعوضو أن بصفر وش مدلنا؟ مدلنا أن جذر ثلاثة على اثنين أقل من واحد، وإذا تولينا أن أكبر من صفر أقل من واحد هاي وأكبر من صفر. نفرض أن الخاصية الخاصية بين صحة من أجل أن أكبر من أن صفر، ونبرهن أن بي أن زائد واحد صحيحة من أجل أن زائد واحد. الدالة F متزايدة على صفر زائد واحد زائد ما لا نهاية، لهنا هي متزايدة على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. نكتب إذن f لواحد أكبر من f ل un زائد واحد أكبر من f ل un أكبر من f لصفر. f لصفر نحسبوه هي جذر اثنين على اثنين، و f لواحد هو واحد. إذن المتراجحة لهنا واحد تصبح كالتالي، وبالتالي بي ان زائد واحد صحيحة من أجل ان زائد واحد، ومنه أن بي ان الخاصية بي ان لهنا
واحد أكبر من U n زائد واحد أكبر من U n أكبر من صفر صحيح من أجل كل عدد n ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. 2B المتتالية U n متزايدة ومحدودة في الأعلى بالعدد واحد، إذا المتتالية متقاربة. اثنين جيم برهن أن يو ان زائد واحد ناقص واحد أقل من واحد على اثنين يو ان ناقص واحد. الخاصية صحة من أجل أن صفر يساوي صفر. إذا نتأكد أن لقينا باللي يو ان ناقص واحد أقل من واحد على اثنين يو صفر. بعد التعويض توصلوا إلى القيمة المطلقة للصفر هذا هو هنا واحد. زيرو كترين دونك مو والو. نفرض أن القاسية هذه صحيحة من أجل أن أكثر من صفر. نبرهن القاسية من أجل أن أي هذه هي. إذا كما راكم تشاهدوا هذه هي يو أن متزايدة، إذا يو أن زائد واحد أكبر من يو أن زائد واحد أكبر من يو أن. ولكن إذا اعتبرنا القيمة المطلقة لـ UN زائد واحد UN زائد اثنين ناقص واحد هي أقل من UN زائد واحد ناقص واحد، هذه لأن بدون إشارة مطلقة هذه العبارة هذه سالبة. إذا سالبة وبالتالي ان ناقص واحد اقل من واحد على اثنين ان زائد واحد ناقص واحد. اذا الخاصية صحيحة من اجل ان زائد، ومنه ان الخاصية هذه صحيحة من اجل كل عدد ان. 2 ديال استنتج هذه العبارة هذه، نكتب على حسب المتراجعة السابقة، نعوض ان بالواحد ونحكم ذاك، هذا U صفر، U اثنين تولي U ان هنا، U ثلاثة تولي U اثنين إلى آخره، يو ان موازان تولي يو ان ناقص اثنين، يو ان ناقص يو ان ناقص واحد أكبر من يو ان موازان ناقص واحد. واش لاحظ هنا بضرب الأطراف المتراجعة، نضرب هذا الطرف الأيسر وحده ونضرب هذا الطرف الأيمن ونضرب واحد على اثنين من هنا. واش لاحظوا بعد الاختزال نتوصلوا إلى النتيجة القيمة المطلقة لو ان ناقص واحد أقل من أو يساوي واحد على اثنين أس ان
مضروبة في القيمة المطلقة لـ اي صفر ناقص واحد بعد الاختزال. نهاية متتاليان ليميت ان ناقص واحد، اذا هاي المتراجحة نديرو لا ليميت الطرف الايسر هي لا ليميت الطرف الايمن تساوي. اذا اذا حسبنا نهاية لا ليميت نهاية الطرف الايمن، لاحظوا باللي لا ليميت واحد على اثنين اس ان، اذا ان يا اولويه زمن هي صفر، اذا هذه كل صفر. لا ليميت صفر ومنه ان ليميت ان اذا ان يؤول الى زائد ما نهائي واحد. انتهينا من التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله.